برامجنا احنا من خلال برنامج مواقف اليومي من خلال وان نيوز اريد انوه للمواطنين عن ارقام الهاتف، لانه احنا مو دكان مفتح فقط نصيح على الحكومه ماكو رد، باللي الله مقدرنا عليه بقدراتنا المحدوده ان شاء الله نحاول تبني حالات مرضيه وصحيه حرجه من المواطنين. هي المصيبه مواطننا نايم استاذ، مواطننا العراقي نايم، يعني هاي ارقام قدامك، ارقام قدامك، دي شيل التليفون وخابر وطلع طلع صوتك، يعني من 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 المجتمع الدولي، من اهلنا المغتربين بالخارج 7 مليون هناك، اللي بسبب الاطار وغير الاطار، اللي الكاتم والقتل والارهاب اللي طلعوا 7 مليون على الاقل نكون اداه توصل لمصدر اصواتهم. خابر خابر خابر، طلع عبر عن رايك، قول يا الدنيا حاره، قول ما عندنا كهرباء، قول انا بمنطقه الفلانيه، قول انا ابني مسجون، والعفو العام وينه؟ العفو العام وينه؟ المتقاعدين ايش بيكم نايمين المتقاعدين؟ طلعوا خابروا 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 عبروا عن